بسم الله. بعد ما اخدنا الجسم بتاع الفانكشن واخدنا البارامتر الريترن فاليو، القيمه اللي هترجع ايه؟ المخرجات الاوتبوت. تلاحظوا انا كتبت كلمه يونت، يونت دي معناها ايه؟ يونت دي بتساوي فويد، فويد دي معناها ايه؟ معناها نو ريترن فاليو، مفيش فاليو هترجع. خلاص؟ مفيش ديتا هترترن، كتبتها او ما كتبتهاش ايه خلاص؟ فكلمه يونت بالنسبه لنا معناها فويد، معناها ان مفيش قيمه راجعه من الفانكشن دي. يعني الفانكشن دي بتعمل عمليه وخلاص. مفيش اوتبوت، مفيش منها ايه؟ اوتبوت. لكن لو انا حبيت اعمل فانكشن يكون فيها اوتبوت بحيث ان انا هنادي عليها هترترن فاليو، اخد الفاليو دي احطها جوه فاريبل ماشي، اعمل عليها عمليه حسابيه ماشي، اعمل بيها شيء ماشي. هعمل بقى ايه؟ جنريت راندوم نمبر فيرجن 5 وهنادي بكله بفيرجن 5، وهاجي بقى عايز المره دي مش اكون بريترن فويد او يونت، انا المره دي عايز ريترن انت. معناها ان الفانكشن دي لما تشتغل المفترض ترجع لك رقم، والرقم ده يكون رقم صحيح. وبدل برنت لا هقول له بقى ريترن الراندوم نمبر اللي طلع ده، ما هو الراندوم نمبر ده رقم صحيح، ما احنا قايلين له نكست انت في الراندوم، فاقول له ريترن الراند فيرجع لي كده رقم صحيح. حلو جدا كده. انا لما هنادي على الفانكشن دي هيبقى لها تو انبوتس، المينيمم والماكسيمم. في كود مكتوب جوه كان صغير او كبير مش مشكلتي، لكن المهم بيريترن فاليو في اوتبوت كمان. فهاجي وعامل ايه؟ عملت فاريبل سميته ريزلت، وقلت بيساوي جنريت راندوم نمبر وبعت له من 3 ل 5 زائد جنريت راندوم نمبر وبعت له 7. اللي هيحصل ان جنريت راندوم نمبر من 3 ل 5 هتفاير الفانكشن وهتشتغل وهتطلع لك رقم عشوائي من 3 ل 5. بقى في رقم زائد جنريت راندوم نمبرز فيرجن 5 ده 7 هيجنريت رقم من 7 ل 10 وهيطلع لك رقم. وبعد كده يجمع لك الرقمين على بعض ويحط الناتج جوه الريزلت وتقدر تطبع الريزلت. فكده اصبح اسم الفانكشن بالبارامتر بتاعتها بتتشال، بتفاير بتتشال ويطلع مكانها مين؟ ويطلع مكانها رقم. فطلع لي الريزلت ايه؟ ب 12، الريزلت ب 14، لانه بيجنريت رقمين وبايه؟ وبيجمعهم على بعض. وبكده عرفنا ازاي نعمل ايه؟ نستلم اوتبوت من الايه؟ من الفانكشن بسبب ان بعد اسم الفانكشن كولون والنوع قبل بدايه ونهايه الايه؟ نهايه الفانكشن.